السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزل التحدي الدبابة البشرية مهاجم الدوري الإيطالي لوكاكو. طبعا لوكاكو قدم ضيفة خمسة نقل حديثا إلى الإنتر. إيقاعه والسرعة بتاعته 92 94 96 كانت حلوة، التسديد 96، إنهاء 99، التمرير 85، تقويس 89. بس طبعا هو مهاجم فمش هيبقى من بره 18 شوط، هيبقى من جوه 18. المراوغة 92، في حاجة حلوة فيه، صاحب رأسيات قوية. أول تحدي عايز هدف حاسم في 4 مباريات بلعب بلجيكي. أي لاعب بلجيكي عندك في 4 مباريات سكواد بطل. بس خلص، هذا أول تحدي. ده أول تحدي. تعالى فكرة ممكن نعمله في الريفلز عادي. تاني تحدي بقول لك مرر 3 تمريرات حاسمة في ظل وجود 3 لاعبين على الأقل من البلجيكا. مستوى صعوبة محترم، يعني نحط 3 لعيبة من بلجيكا في التشكيلة الأساسية بتاعتي. والتحدي التالت، سجل 4 أهداف من خارج منطقة الجزاء. 4 أهداف بس ممكن يجوا في مباراة. التحدي الأخير بقول لك مرر تمريرة حاسمة باستخدام لاعب من الدوري الإيطالي في 6 مباريات منفصلة. يعني هو عايز يسجل ويمرر. أنا لو جيت قيمت اللاعب، لاعب يعني هياخد 10 من 10، لأن مهاجم ولوكاكو تقيل شوية بس التولو ما يعيبوش. على فكرة لوكاكو حلو،